خلونا نبدأ في الأول بأن أنا أوجه الشكر للقوات المسلحة ولوزارة الداخلية، وأوجه الشكر لأجهزة الدولة بالكامل. يمكن من كام يوم كده وإحنا بنفتتح حقل ظهر، الناس لقوني غضبان، فبيقولوا هو غضبان كده ليه؟ طبعا أغضب كده. أظن أنتوا شفتوا حجم العمل اللي بيتعمل، انتوا شفتوا جزء من اللي بيتعمل في مصر، جزء من اللي بيتعمل في مصر في سيناء، لكن الدولة المصرية كلها في شغل بيتم فيها بالطريقة دي. لما حد يفكر يقرب من اللي احنا بنعمله، لا ما نقدرش، لازم اغضب. احنا مش هنسمح تاني، بقولها، ان حد يقرب من مصر تاني ويدخلها في الفوضى والخراب والتدمير تاني. وعشان كده مش انا بس اللي اغضب، ده كل المصريين يغضبوا، ده كل شريف وكل صاحب ضمير وصاحب حب البلد الحقيقية لما يشوف اللي بيتعمل ده. اللي انتم متهيألي كلكم رغم متابعتكم فوجئتم بحجم العمل اللي بيتم، رغم ان فيه هنا حرب بتتم، كمان حرب بتتم، لكن وجنب منها حرب تانية، حرب بناء وتعمير وتنمية على قدم وساق. بالمناسبة 60,000 كيلومتر مربع يساوي حجم المعمور اللي مصر، اللي هو اللي الشعب المصري كله من الدلتا لغاية أسوان عايش عليه دلوقتي تقريبا. لو إذا كنا بنقول 5% تقريبا، دول 5%، يعني أنت عايز تخش تعمر اتعمل في 1000 سنة ولا في 2000 سنة في الجمهورية، عايز تعمره في سنوات قليلة. يبقى انا احنا مصريين، مش انا اللي حافظ، المصريين اللي حافظوا عليه، انتم على بلدكم. واحنا لما بنقول لكم خلي بالكم وشوفوا اللي جنب منكم، ما نقصدش بيها ان احنا يعني نزايد على الحب لمصر، لا، لكن عشان نقول دي بلد بتنهض، دي بلد بتقوم، دي بلد بتكتب، بكل تواضع انا بقولها، بتكتب، بتعيد كتابة الاسم تاني في عصرها. بس هو مش ممكن هنقدر نستكمل ده غير بتعاون كل المصريين، واللي على رأسهم الناس اللي في سيناء. انتم ما تسمحوش لحد ان هما، اصل خلي بالكم، ما المعركه دي بفضل الله سبحانه وتعالى، يا هنهزمهم يا هنهزمهم. امال ايه؟ لازم تكون عارفين كده، احنا يا نهزمهم يا نموت، مش هيحصل غير كده. اتشالوا من فوق وش الارض كل قوه وكل عنف يا محمد. امال ايه؟ ولا في اللي يسلم نفسه خلاص يتحاكم طبقا للقانون، لكن اللي يرفع السلاح ده امر ما، لا لا لا، بنروح سينا او في اي حته، لكن في الموضوع ده هذا الامر لن نهدأ حتى يتم تماما الانتهاء من هذا الموضوع. بسجل تقديري لكل القادة، لن نهدأ حتى يتم تماما الانتهاء من هذا الموضوع. بسجل تقديري لكل القادة والسادة والقوات اللي اشتركت، سواء كانت من او من الشرطة، بشكركم وبأدي بوجه الشكر للسادة الوزراء المعنيين بتوفير المطالب بتاعت والحاجات الأساسية بتاعت أهالينا في سيناء خلال هذه الظروف. أنا بس عايز أقول، ما أعرفش الكلام ده مناسب إن أطلبه ولا لأ، لكن أنا سعدت جدا بأن مجرد العمليات ما بدأت، نسب زيادة أو نسب التبرع بالدم زادت، وإحنا محتاجين إن الكلام ده للشباب اللي ممكن يقوم في إطار حملة منظمة عشان يعني يبقى ده مساهمتهم معانا في ظل هذه الظروف.
انا بس عايز اقول الجمعيات اللي بتشتغل والجمعيات الاهليه سواء كانت ومنظمات المجتمع المدني ليها دور رائع سواء كان هنا او في حتى في باقي الجمهوريه، لكن عايز اقول ان احنا محتاجين نبقى مطمنين ان المشروعات اللي احنا بنتكلم عليها كلها لو وزاره التضامن بتتكلم في انشطه بتتعمل بواسطه الوزاره او بواسطه الجمعيات يبقى ده ضمن الاطار الشامل المخطط من اجهزه الدوله دون تعارض بينها وبين بعضها. الاسم جميل قوي ان احنا نسمي العاصمه الاقتصاديه لشرق بورسعيد سلام، ده اسم جميل ومش عارف انتوا يا مصريين توافقوا على هذا الاسم ولا لا، كالعاصمه الاقتصاديه الجديده لسيناء بالكامل، ده اسم رائع جدا ونتحرك فيه. واختم كلامي في حاجه واحده بوجهها لكل المصريين، من فضلكم يا مصريين انا زي ما قلت كده اثناء كلامي، اذا كنا احنا يا مصريين في مننا من بيقدم ابنائه بيضحي بيهم لاجل خاطر البلد دي تعيش وتبقى في امان وسلام، ولاجل خاطر ان الجزء ده من ارضنا يتم الحفاظ عليه ويفضل دايما هو جزء عزيز على ارض علينا كلنا كمصريين، لكن هذا الامر بصراحه هيبقى محتاج مننا كل المصريين بكل اجهزه الدوله بمؤسساتها برجال الاعمال بالمستثمرين بكل مصري وطني قادر ولو باي مساهمه ومساهمه مستمره من فضلكم حتى نستطيع ان احنا ننفذ البرنامج اللي احنا طرحناه او هيتم عرضه بشكل مفصل لكم حتى من خلال العرض اللي تقدم ده خلال الاربع سنين القادمين في تحيا مصر. وارجو ان الاعلام في كل القنوات الرسميه والخاصه يولي هذا الامر بشكل يومي في كل التوقيتات وافكار اخرى عشان نقدر نخلي في ارقام تساعدنا ان احنا ننفذ هذا البرنامج اللي تقريبا كده واصل لاكثر من 275 مليار جنيه. في جزء احنا عشان نكون بنتكلم فيه اللي تم الاعلان عنه ابو 175 مليار جنيه، ده الجزء الاكبر منه تم تدبيره عشان برضو الناس تبقى فاهمه تم تدبيره منين. تم تدبيره من صناديق عربيه شقيقه بقروض تم تقديمها لصالح تعمير سيناء سواء من الكويت او من الامارات او من الصندوق العربي او من السعوديه. يعني جامعه الملك سلمان ده قرض تم تقديمه او جزء من قرض تم تخصيصه لانشاء الجامعه. فارجو ان الناس تبقى متصوره الجهد اللي بيتعمل والتكلفه الماليه اللي بتتحط، جزء كبير منها تم تدبيره بقروض انا بقول. لكن اللي يتبقى ان الجزء الباقي ده هيتحمل الحكومه والقوات المسلحه والشعب المصري. انا مره تانية بشكر الجميع، وقبل ما انسى مش يعني اللي هو حسن مدير المهندسين انا بشكرك على المركز. شكرا يا حسن. انا طبعا عارف ان انت استخدمت كتاب مهندسين عشان ده موضوع خاص، انا بشكرك جدا جدا. وللناس اللي ما تعرفش احنا موجودين تحت الارض ب 15 او 20 متر، مش كده برضو ولا 27 متر، ودول طبعا يتحملوا اي حاجه. فطبعا انا بشكر الهندسه لانها بتقوم بدور كبير جدا جدا بالتنسيق مع وزاره الاسكان وبقيه الوزارات عشان بفضل الله سبحانه وتعالى نغير وجه مصر. وان شاء الله هنغير وجه مصر الى الافضل والاكبر والاقوى والاكثر استقرارا. شاكرين جدا. شكرا جزيلا.